تمكن الدكتور محمد بوضياف من جامعة الجلفاء رفقة طلبته من ابتكار وتطوير جهاز الأضواء الذكية يشمل نظام التحكم في الطرقات وتنظيم حركة المرور. ابتكار نال القائمون عليه على وسم مشروع مبتكر، حيث تم عرض هذا الابتكار بمناسبة الأسبوع العالمي للمقاولاتية. يسعدنا اليوم نقدمكم عدة مشاريع مبتكرة من هذا النوع، منظم الطرقات الذكي، وهو سيستم نظام يعمل بالطاقة الشمسية، وهو النظام يشتغل بالذكاء الصناعي بحيث يمكن تشغيل الجهاز كما يأتي. في هذا الجهاز قمنا بصناعته بتقنية اللد، وهذا لاقتصاد استهلاك الطاقة وكذلك لزيادة الفعالية ومدة صلاحية الجهاز لكي لا يتوقف بشكل نهائي. للتحكم في الجهاز استخدمنا كابتر انتليجون لحساب عدد السيارات في الدقيقة الواحدة في الطريق. هذا الجهاز يفرق بين السيارة المتحركة المتوقفة وبين الأشخاص والسيارات. التحكم في شدة الإضاءة بين الليل والنهار لتخفيض استهلاك الطاقة استخدمنا فيها تقنية ذكاء صناعي. جهاز الأضواء الذكية عينة من المشاريع المبتكرة التي تم إنجازها على مستوى حاضنة جامعة الجلفاء، وهي من بين المشاريع التي استعمل فيها الذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة بهدف الحد من الاختناق المروري خاصة في المدن الكبرى. ضياف يعني قدم واحدة من أهم المشاريع التي ربما عرضت في هذا الصالون، والحق كنا تلقينا من عنده يعني بارك الله فيه شروحات وتوضيحات بالنسبة لهذا المشروع. هو مشروع يعني فعلا مشروع مهم جدا. 75% هي نسبة مساهمة محلية في جهاز الأضواء الذكية، مشروع ذكي واقتصادي طاقويا وغير مكلف من ناحية التصنيع مقارنة بالأجهزة المستعملة، على أمل أن يتم تجسيده على أرض الواقع.